مستعمل وعي مغوار أبدا سوريا لن تنهار قائد ثابت ما بينهار شامخ واحد وقف العز يا مقاومة المدينة مع حزب الله والأسد سوريا الله حاميها مروحنا ودمنا نبكيها لا هولندا ولا أوباما سوريا عزة وشهامة أستاذ هادي دانيال، أنت كمواطن سوري مقيم بتونس حاليا، ماذا تعني لك مثل هذه الوقفة حاليا؟ الوقفة من نشطاء تونسيين داعمين لسوريا، داعمين للجيش العربي السوري، يعني ومناهضين تماما للمؤامرة التي تحاك ضد سوريا. هؤلاء المواطنين الذين يقفون وقفة الاحتجاج على حكومة بلادهم التي انخرطت منذ البداية في المؤامرة ضد سوريا وضد المقاومة يمثلون النبض الحقيقي للشعب العربي التونسي، وهم بذلك وعلى بعد أمتار من وزارة الداخلية التونسية يؤكدون موقف الشعب التونسي الرافض لسياسة حكومة النهضة وحكومة والرئاسة التونسية التي ما فتئت تزج في تونس في سياسات ضد مصالح الشعب التونسي وضد تطلعات كل عربي. مدى تأثير مثل هذه الوقفات وهذه التحركات في مختلف الدول العربية خاصة في تونس، وأن بمعنى هي من فجرت ما يسمى بربيع الثورات العربية، رغم أنه يعني عديد النشطاء وتحديدا من مدينة أو محافظة سيدي بوزيد
من النشطاء يعني أطلقوا عبارة عذرا سوريا لو كنا نعلم ما سيلحق بك من أذى ما كنا ترنا في يوم من الأيام. ماذا تأثير هذه الوقفات وماذا تأثير هذه التظاهرات على المعنوي على الوضع في سوريا وخاصة على معنويات الشعب في سوريا وعلى معنويات النظام وعلى معنويات الجيش السوري؟ مثل هذه الوقفات وغيرها من أشكال تعبير الشعب التونسي المساندة للدولة السورية وللشعب السوري والرافضة للمؤامرة التي تنفذ الآن ضد سوريا تعبر أيضا عن أن ما حدث منذ أواخر عام 2011 حتى في تونس ألحق أذى بالشعب التونسي نفسه وبالشعوب العربية والدول بالشعوب العربية التي استهدفت دولها كتونس وليبيا ومصر التي بدأت الآن تعاني من عدم استقرار أمني تفاقمت فيها الأوضاع المعيشية التي يفترض أن هذه الانتفاضات حدثت من أجل الانتهاء من هذه المشاكل الاجتماعية كما حدث في سيدو بوزيد وفي القصرين التي تضاعفت أزماتها بعد أحداث أواخر 2011 أواخر 2010 أوائل 2011. شكرا كثير لك أستاذ.